هذه كلمات مختصرة، ونحن قادمون على مفاوضات من خلال المبعوث الأممي ولد الشيخ الذي سيصل غدا إلى العاصمة صنعاء، عاصمة الثورة والجمهورية والوحدة. نحن نرحب به كمبعوث أممي، وذلك باختصار شديد. أولا، وقف العدوان السافر والغاشم على بلادنا، فك الحصار، انسحاب القوى الغازية من الأراضي اليمنية سواء كانوا من الجيران أم من المرتزقة. اثنين، التفاوض مع النظام آل سعود وليس مع المرتزقة الفارين من الأراضي اليمنية الذين يبحثون عن سلطة، وشعارهم السلطة أو الموت كما رفعوه البعض منهم في عام 86 عندما سحلوا المواطنين والعسكريين والشرفاء في عدن الباسلة في المعسكرات ودفنوهم بالحاويات، والآن يدفنون شعبا بكامله مجرد توقيع على الاستعانة بالأجنبي لضرب الشعب اليمني من أجل أن يكونوا على كراسي السلطة. هؤلاء الفارين شعارهم كما قلت السلطة أو الموت، السلطة أو أقتل شعبنا اليمني، وكما هو واضح وجلي أنه يطالب عاصفة الحد بالاستمرارية لقتل شعبه، ويريد أن يكون رئيسا على الشعب اليمني العظيم. يا للعار، يا للعار يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، في لحج وأبين وشبوة وحضرموت وعدن والضالع وردفان ويافع والصبيحة، يا للعار أن تسمحوا لهؤلاء المرتزقة الذي تاجرون بدماءكم أن يقتلون إخوانكم في صعطة، في حجة، في الجوف، في مارب، في صنعاء، في الحديدة، في تعز، تعز البطلة التي تقاوم وبكل قوة أولئك المرتزقة. تحية لكم أينما كنتم يا أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج. سنفاوض النظام السعودي لن نفاوض المرتزقة والفارين الذين خرجوا بجلودهم، وسنخرج من تبقى منهم بجلودهم أو إحالتهم إلى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل إزاء ما ارتكبوه من جرائم في حق الطفل والمرأة والعجوز آجلا أم عاجلا. التحية للشعب اليمني العظيم الصابر والصامد في كل مكان. نعم، لقد فرض الحصار علينا برا وبحرا وجوا، وانقطعت المشتقات النفطية، وانعدم العلاج والغذاء، ولكن سنعود إلى الحطب، وسنعود إلى علاج الكي بالنار، وسنعود إلى الحمير والجمال والإبل. هكذا شعبنا الصابر لن يكون شعبنا رفاهيا من أصحاب الكبسة والأرز
والشوكولاتة والبخور المستورد، شعب جلد وصابر وصامد